السلام عليكم، أهلا بكم أعزائي متابعي القناة التعليمية مدرسة الشاذلي. مرحبا بكم من جديد. اليوم نشوفوا صفحة 43 من كتاب المرجع في الرياضيات المستوى الثالث ابتدائي. نواصل مع درس الطرح في نطاق الأعداد من 0 إلى 9999. وصلنا للحصة الرابعة، أقوم تعلماتي. شوف 811 يقول عمليات الطرح التالية. هذه عملية الطرح اللي بدون احتفاظ، احدد الخاطئ منها ثم اعيد انجازها عموديا. نشوفوا شكون اللي غالطه فيهم ونعاودها، اللي غالطه نعاودها. هنا نشوفوا الوحدات، نقص من الوحدات، 5 ناقص 4 تساوي 9. اذا العمليه خاطئه من الاول، هذه عمليه خاطئه، نعاودوها هنايا. اذا 6805 6805 ناقص 704. 5 ناقص 4 1، 0 ناقص 0 0، 8 ناقص 7 1، 6 ناقص لا شيء هي 6. إذن هاي العملية الصحيحة 6101. نتأكدوا من العمليات الأخرى، 4 نقص منها 3 1 صحيح، 6 نقص منها 0 هي 6، 7 نقص منها 5 2 صحيح، 4 نقص منها 3 1. إذن هذه العملية صحيحة. ندوزو العملية الموالية، 5 نقص منها 0 هي 5، 4 نقص منها 3 هي 1 صحيح، 1 نقص منه 0 هو 1، 7 نقص منها 2 هي 5. هذه العملية صحيحة. الآن نمر للتمرين رقم 12. شوفوا اللي مطلوب فيه. تمرين 12 يقول ولد الكاتب المصري نجيب محفوظ سنة 1911 وتوفي سنة 2006، ألون بطاقة العملية اللازمة لحساب سن الكاتب. شنو هي البطاقة ديال العملية الصحيحة؟ إذا العدد الكبير هو 2006، هو اللي غنقصوا منه 1911، باش نعرفوا شحال عاش هذا الكاتب. إذا اللي صحيحة واش غنديروا 2006 زائد 1911 ولا 2006 ناقص 1911؟ طبيعة الحال غنقصوا السن اللي تولد فيه، غنقصوا من السن اللي توفى فيه، هي 2006 ناقص 1911، هذه العملية الصحيحة اللي حنا لوناها. دابا نحاولوا نجزوها، نخرجوها. يعني كما كتشوفوا هذا هو نجيب محفوظ، الصورة ديالو 2006 نقصوا منها 1911 السن اللي تولد فيه، 6 نقصوا منها 1 هي 5، 0 نقصوا منها 1 لا يمكن، ناس التليفون 9000، 10 ناقص 1 9، 0 ناقص 10 لا يمكن، ثاني ناس التليفون 9000، 10 ناقص 10 0، 2 ناقص 2 0. إذا السن ديالو هو 95 سنة، يعني ملي وصل 95 سنة توفى. نمر الآن التمرين رقم 13. التمرين رقم 13 يقول ألاحظ عداد السيارة قبل وبعد سفر الحاج المدني من فاس إلى وجدة. الحاج المدني عنده الطوموبيل، الكونتور ديالها هو هذا. قبل ما يسافر من فاس لوجده كان الكونتور فيه 2526، ملي وصل لوجده ولا 2948. قال لك احسب بالكيلومتر المسافه بين المدينتين. اذا العدد الكبير هو هذا، هو 2948 هو اللي كانت فيه الطوموبيل، العدد ديال السياره ملي وصل لوجده. نشوفوا ملي عاد سافر شحال كان، 2526. ومن خلال هاد العملية الحسابية ديال الطرح، الفرق بين هاد العدد اللي في الكونتور وهاد العدد، غنعرفو شحال المسافة ما بين فاس ووجدة. 8 ناقص 6 2، 4 ناقص 2 2، 9 ناقص 5 4، 2 ناقص 2 0. إذا المسافة بين المدينتين هي 422 كيلومتر. المسافة بين المدينتين هي 422 كيلو متر. هذا نمر الآن التمرين رقم 14. التمرين رقم 14 يقول أتأكد من صحة عمليات الطرح التالية وأصحح الخاطئ منها. عندنا مجموعة من العمليات، نشوفوا واش صحاح ولا غلط، لقيناها غلط نصحوها.
مثلا 5642 ناقص 2833، جوج ناقص ثلاثة لا يمكن، إذا نستلف ونرد السالب. 12 ناقص ثلاثة تسعة، صحيح. 12 نقص منها ثلاثة هي تسعة، أربعة نقص منها أربعة لأن ردينا السالب، ولكن هنا خطأ، أربعة ناقص أربعة صفر، لأن هذا نسى أنه نسى يرد السالب. إذا نعود العملية هنا، 5642 ناقص 2833، نديرو السطر ديالنا نديرو العملية. جوج ناقص ثلاثة لا يمكن، 12 ناقص ثلاثة تسعة ردينا السالب، أربعة ناقص أربعة صفر، ستة ناقص ثمانية لا يمكن، إذا 16 ناقص ثمانية ثمانية ردوا السالب، خمسة ناقص ثلاثة اثنان، إذا هذا هو الخارج 2809. ندوزو للعملية الموالية، 9086 ناقص 807. اللي كنلاحظوا هنا بأن وضع العملية خاطئ من البداية، أن الوحدات خاصها تكون تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات. ننصحوها نوضع بعد الوضع الصحيح. العملية هو هكا، 807 جي 7 هنايا وحدة تحت الوحدات، العشرات الصفر، وهنا المئات 8. 6 ناقص 7 لا يمكن، نستلف ونرد السلف، 16 ناقص 7 هي 9، 8 ناقص 1 7، 0 ناقص 8 لا يمكن، نستلف ونرد السلف، 10 ناقص 8 2، 9 ناقص 1 8. واضح؟ نمر للعملية الأخيرة، 6473 ناقص 765، 3 نقص منها 5 لا يمكن، نستلف ونرد السلف، 13 ناقص 5 ستكون هنا 8، إذن هذه خاطئة. نعودها، 6473 ناقص 765، 3 ناقص 5 لا يمكن، 13 نستلف ونرد السلف، 13 ناقص 5 8، 7 ناقص 7 0، 4 ناقص 7 لا يمكن، نستلف ونرد السلف، 14 ناقص 7 7، 6 ناقص 1 5. واضح؟ إذا الخارج هو 5708. نمر الآن للتمرين رقم 15. التمرين رقم 15 يقول: أرادت إدارة حديقة الحيوانات نقل الفيلين، هاد جوج فيل، من حديقة إلى أخرى. تتوفر الإدارة على شاحنة نقل حمولتها القانونية هي 8 طن، يعني 8000 كيلوغرام. أحدد العملية الحسابية اللازمة لمعرفة ما إذا كان ممكنا نقل الفيلين معا بواسطة الشاحنة. أنجز هذه العملية وماذا أستنتج؟ واضح؟ هنا عملية الجمع، بعد نجمعوا بيناتهم، 4285 زائد 3765 كيلوغرام، نجمعوا الفيلين بجوج، تبعوا معايا شنو غنديروا، 4285 زائد الفيل الثاني اللي فيه 3765، هذا نجمعهم نشوفوا شحال الوزن ديالهم بجوج، 5 زائد 5 10 نكتبوا صفر نحتفظوا بواحد، 8 زائد 6 14 والاحتفاظ 15 نكتبوا 5 ونحتفظوا بواحد، 2 زائد 7 9 والاحتفاظ كتولي 10 نكتبوا صفر نحتفظوا بواحد، 4 زائد 3 7 والاحتفاظ 8. اذا شحال الوزن ديالهم بجوج؟ 8050 كيلوغرام. وهنا شحال الوزن ديال الشاحنه؟ 8 طن، يعني 8000 كيلوغرام. اذا هاد الشاحنه ما يمكنش تهز هاد الفيلين، لان غتكون فايته الوزن القانوني ب 50 كيلوغرام، 8000 وهما فيهم 8050 بجوج بهم. اذا استنتج بان الشاحنه لا يمكنها حمل هاد الفيلين، خصهم يدبروا على شي كاميو اخر من يكريوه، ولا استنتج ان شاحنه الحديقة لن تستطيع نقل الفيلين معا، أو أنها ممكن تدي فيل وترجع الفيل، لأن الوزن ديالهم كيفوت الحمولة القانونية ديالها. واضح؟ وهكا كملنا التمارين ديال الصفحة 43، إلى اللقاء.